السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عباس من جديد من قناة بوابة الألعاب في مقطع جديد لإكسسوارات الجيمينج. في المقطع راح نشرح طريقة استخدام USB Adapter DS50 Pro على أي كنترول من الكنترول الأصلي على أي واحد من الأجهزة المقابلة، بالإضافة إلى خاصية تفعيل تيربو على أي واحدة من الكنترول الموجودين في الصورة، مع إمكانية تغيير وظائف الأزرار حتى لو كانت اللعبة ما فيها هذه الميزة أنك تغير أماكن الأزرار، بالإضافة إلى إمكانية تعليم الكنترول إلى وظائف جديدة وضعها في الأزرار. في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر السبسكرايب، وإذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك، ولا تنسوا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. أتمنى لكم متابعة ممتعة. في هذا المقطع في معلومات جدا مهمة بخصوص هذه القطعة، إذا حاب تقتنيها تابع المقطع إلى النهاية. بالنسبة للشرح راح يكون عن طريق يد التحكم بلايستيشن 5، وبالنسبة إلى يد التحكم بلايستيشن 4 وبلايستيشن 5 نفس الشيء. بخصوص يدات التحكم الثانية إليكم الوظائف المتشابهة في كل كنترول. أول شيء تشغيل الإعدادات في يد التحكم، ضغط على زر الأوبشن بشكل مطول لحد ما تعطيك الكنترول هزة. زر الإعدادات الحين مشغل. بخصوص اليدات التحكم الثانية هذا شرحهم. تشغيل خاصية المشاركة، اضغط على زر الشير والدائرة في يد التحكم بلاي ستيشن لحد ما تهتز، وهي الأزرار المتشابهة في اليدات الثانية. راح نعطي مثال حي على الموضوع. راح نجرب الإعدادات على لعبة ستريت أوف ريج 4. مثل ما هو مبين L1 مي شغال على لعبة ستريت أوف ريج، R1 نفس الشيء. راح نخلي المربع مكان L1 والمثلث نخليها مكان R1. أول شيء نضغط على زر الأوبشن بشكل مطول لحد ما تهتز اليد. وبعدها نضغط دائرة وزر الشير تهتز اليد مرة ثانية. نضغط زر R1 نضغط مكانه مثلث أو مربع، ونفس الشيء L1 نضغطها بعد نضغط مثلث، راح تتبدل أماكنهم مثل ما تشوفون. R1 صارت مثلث، L1 صارت مربع. الحين أبغي أبدل أماكن المربع بالمثلث والمثلث بالمربع. أسوي نفس الطريقة، أضغط على زر الدائرة بعدين شير لحد ما تهتز، بعدين أضغط مربع أختار مكانها مثلث،
ارجع اضغط مثلث اختار مكانها مربع، وللتأكيد اضغط زر الشير مرة ثانية. خلاص الحين عندي المثلث صارت مكان مربع، لو اضغط مثلث راح تضرب لي مربع. واذا كانت الاعدادات كل شيء تمام اضغط على زر الاوبشن بشكل مطول مرة ثانية حتى تغلق الاعدادات، ما صار عندك خربطة مرة ثانية تغير في الاعدادات عن طريق الخطأ. طريقة غلق الاعدادات وبالضغط على زر الاوبشن بشكل مطول لحد ما يصير عندك اهتزاز في يد التحكم. اذا حبيت ترجع الى الاعدادات الاصلية وانت سكرت زر الاعدادات تضغط عليه مرة ثانية بشكل مطول حق تفتح الاعدادات، بعدين تضغط دائرة وزر الشير راح نشيل الاعدادات اللي سويناها حق الكنترول. زين بعدين تضغط لمدة 3 ثواني على زر الشير مثل ما تشوفون ان الازرار عادت نفس طبيعتها، المربع تضرب مربع، مثلث R1 ما يشتغلون. لازم بعد ما تنتهي من اي شيء تسوي تسكر زر الاعدادات مرة ثانية حتى ما تصير عندك تغيير في الاعدادات عن طريق الخطأ وسبب لك مشكلة في الكنترول. اضغط زر الشير زائد اكس لتشغيل التيربو بعد تشغيل زر الاعدادات، وهي امثلة على الكنترول الثاني. تشغيل التربو على الكنترول مفيد حتى يخلي عندك طلقات سريعة في ألعاب الشوتينج حق المسدسات العادية، أما بالنسبة للفايتينج في بعض الألعاب تحتاج إلى التربو حق الضغط، هذه بضغطة واحدة تسوي لك ضغطات سريعة. راح نجرب طريقة تشغيل التربو على لعبة ستريت أوف ريج مثل ما هو مبين، ضغطة واحدة تضرب ضربة واحدة، مثلث نفس الشيء، الإكس حق الجامب ضغطة واحدة تسوي جامب مرة واحدة. عشان نشغل إعدادات لازم نضغط زر الأوبشن بشكل مطول لحد ما تهتز الكنترول. بعدها نضغط زر الاكس مع الشير، نضغطهم مع بعض لحد ما تهتز اليد. بعدها تضغط زر الاوبشن مع الزر اللي تبي تخليه تيربو عندك، انا راح اخلي الاكس مربع والمثلث تيربو، اضغط اوبشن واضغط مثلث واضغط المربع واضغط الاكس، وللتأكيد اضرب زر الشير مرة ثانية. لو تلاحظ ان المربع الحين ضغطة واحدة تضغط ضغطات سريعة، والاكس بس ضغطة واحدة والمربع صارت عندي تيربو. وإذا كان كل شيء تمام عندك اضغط زر الأوبشن بشكل مطول لتسكير زر الإعدادات عشان ما تروح تغير في الإعدادات عن طريق الخطأ. يوجد أيضا خاصية التحكم بسرعة الضغط التيربو. راح نرد نشغل الإعدادات مرة ثانية، ونروح على بعدين نضغط اكس والشير، هالمرة راح نضغط بالديباد اللي هو الزائد نضغطه على جهة تحت عشان ننزل من سرعة التيربو نخليها تصير ابطأ. واذا كان كل شيء تمام اضغط زر
الشير مرة ثانية وتلاحظ ان السرعة صارت ابطا. لو حبيت تزيد سرعة التيربو تضغط مرة ثانية اكس والشير، بعدين تضغط على جهة فوق زائد تودي اعلى شيء. اذا كان كل شيء تمام تضغط زر الشير مرة ثانية تزيد سرعة التيربو. واذا حبيت تسكر واحدة من ازرار التيربو كل عليك ان تضغط اكس زائد شير، بعدها تضغط زر التشغيل والزر اللي تبي تبند عنه التيربو. اخترت المربع، فالحين عندي الازرار البقايا تيربو، المربع سكرت عنها التيربو. نجرب الازرار الحين. المربع صارت عادية، الاكس للحين شغالة تيربو، المثلث بعد شغالة تيربو عليها. فاذا حبيت تسكر التيربو عن كل الازرار كل اللي عليك انك تضغط اكس والشير مرة واحدة مع بعض، وبعدين تضغط زر الشير لمدة 3 ثواني كل الازرار تبند عنها التيربو. وحق التأكيد عشان تبند زر الاعدادات لازم تضغط زر الاوبشن مدة طويلة. فلو تلاحظون ضغطة واحدة نقطة واحدة باقي الازرار كلهم بندنا عنهم التيربو. بخصوص خاصية التعلم تضغط مربع زائد زر الشير بعد ما تضغط زر الاعدادات. وهذه امثلة على كنترول الاجهزة الثانية. بهذه الخاصية تقدر تعلم الكنترول حركة من اللعبة لمدة 5 ثواني بحد اقصى وتضيفها على واحدة من ازرار الكنترول. اول شيء كالمعتاد نضغط على زر الاوبشن بشكل مطول لتشغيل الاعدادات، بعدها تضغط مربع وزر الشير مباشرة، تسوي الحركة اللي تبي تضيفها، وبعدين تضغط الزر اللي تبي تضيف عليه الحركة زائد زر الشير للتأكيد. فالحين صار عندي L1 على طول تسوي هذه الحركة. نقدر نضيف حركة ثانية نفس الطريقة، نضرب مربع زائد زر الشير على طول تسوي الحركة اللي تبي تضيفها. بعدها تضغط الزر اللي تبي تضيف عليه الحركة زائد زر الشير على طول. الحين كل ما تضغط زر L2 يسوي لك هذه الحركة. تقدر تستخدم هذه الخاصية على 8 أزرار بحد أقصى. لو فعلت الخاصية وسويت أي حركة غير مقصودة أيضا راح تتسجل، بما معناه أنك لو ضربت ستارت وانت تسوي الحركة وضفت هاي الحركة على الزر راح تضرب ستارت مرة ثانية لو ضربت الحركة مرة ثانية. فإذا استخدمت هذه الخاصية لازم تسوي الحركة بسرعة وتفعلها في واحد من الأزرار بدون ما تسوي أي شيء ثاني. فعلت الحين الخاصية على 3 أزرار، واحدة منهم صارت تروح قدام قبل ما تسوي الحركة. فنتعلم الحين شلون نشيل واحدة من الحركات من الأزرار. لو عندك 3 وتبي تشيل واحدة بس منهم، نضغط مربع زائد شير، نضغط الزر اللي نبي نشيله ونضغط مرة ثانية زر الشير. صارت الحين ما تسوي الحركة، حبت الزرين البقايا شغالين. لو بغينا نشيل كل الأزرار اللي تعلمنا فيهم تضغط مربع زائد شير بعدين تضغط زر الشير لمدة 3 ثواني. الحين مثل ما هو مبين كل الأزرار سكرت.
بخصوص خاصية تعلم الثانية، تضغط زر الشير زائد مثلث بعد ما تفتح زر الإعدادات. وهذه أمثلة على الأجهزة الثانية. هذه الخاصية مثل الأولى، يتعلم حركة بس راح يستمر اللاعب بتكرار الحركة لحد ما تضغط الزر مرة ثانية. في البداية لازم نشغل زر الإعدادات بالضغط على زر الأوبشن بشكل مطول حتى تهتز الكنترول، بعدها نضغط مثلث وزر الشير مع بعض وعلى طول نسوي الحركة. الحين نختار الزر زائد زر الشير. لو تلاحظ ان اللاعب قاعد يكرر نفس الحركة بدون ما انا المس الكنترول، لو بغيته يوقف تضغط نفس الزر يوقف. راح اخلي الكنترول تتعلم حركتين زيادة. بالنسبة الى الاعدادات، تقدر تسوي اكثر من اعداد في نفس الكنترول، يعني انك تقدر تخلي واحد من الازرار تربو، الثاني تتعلم فيه حركة، تسوي ميكس بين الازرار. عادي تقدر تسوي هذه الحركة. فلو تلاحظون الحين قاعد يكرر نفس الحركة، بس اضغط الزر راح يوقف. بعد اخلي الكنترول يتعلم حركة زيادة، زر المثلث زائد زر الشير خليه على حركة، بعدين اختار الزر زائد زر الشير. بعدها راح نتعلم كيف نشيل خاصية التعلم من على الكنترول. ارفع الزر مرة ثانية حتى يوقف. لو بغيت تسكر واحدة من الأزرار اللي تعلمتها، تضغط مثلث زائد شير، بعدين تضغط الزر اللي بغيت تسكره مع الشير. خلاص الزر الار 1 سكرناه، بقى الار 2. شلون نسكرهم اثنينهم مع بعض؟ نضغط مثلث زائد شير، بعدين نضغط زر الشير لمدة 3 ثواني، راح يسكرون كل الأزرار اللي تعلمنا فيها. في حالة انك نسيت زر الإعدادات شغال وسويت ميكس بين الحبات، صارت الكنترول ما تستجيب بشكل صحيح، شنو لازم تسوي؟ راح أعلمك طريقة شلون تسكر كل هذه الإعدادات في حالة عدم استجابة الكنترول بشكل صحيح. أول شيء لازم يكون زر الإعدادات شغال، بعدين تضغط كل واحد من الأزرار مع زر الشير، يعني دائرة مع زر الشير، بعدين تضغط زر الشير لمدة 3 ثواني لحد ما تهتز الكنترول، بعدين تضغط زر الإكس مع زر الشير، تضغط زر الشير لمدة 3 ثواني. نفس الشيء باقي الأزرار، مثلث والمربع تضغط عليهم مع زر الشير، بعدين تضغط على زر الشير لمدة 3 ثواني لحد ما يهتز. بعد ما تنتهي تضغط على زر الأوبشن بشكل مطول لحد ما يعطيك اهتزاز. الحين رجعت الكنترول كامل بشكل طبيعي. الحين راح نستعرض عيوب ومميزات هذا الادابتر. بخصوص اليو اس بي ادابتر، فهي مي شغالة على جميع اجهزة الاكس بوكس، شغالة على الكمبيوتر بس، على جميع اجهزة الاكس بوكس
ما تشتغل. أما بالنسبة إلى جهاز بلاي ستيشن 5 فهي شغالة على جهاز بلاي ستيشن 5، لكن اليو اس بي لا تعمل على ألعاب بلاي ستيشن 5، بل تعمل على ألعاب بلاي ستيشن 4، فبالإمكان استخدامها على جهاز بلاي ستيشن 5 على ألعاب بلاي ستيشن 4 فقط، حتى لو كنت تستخدم يد التحكم كنترول بلاي ستيشن 5 ما راح تعمل على ألعاب بلاي ستيشن 5. بخصوص اليو اس بي مع كنترول اكس بوكس، راح تعمل مع كنترول اكس بوكس، بس الموديل اللي راح تعمل معه هو 1708 او اعلى من هذا الموديل. اقل من هذا الموديل ما راح تعمل، وتحصل رمز الموديل في تحت البطارية في هذا المكان. طريقة المزامنة جدا سهلة، تضغط على الزر في أعلى اليو اس بي، بعدين تجيب الكنترول، كل كنترول إليها طريقتها، كنترول بلاي ستيشن 4 بلاي ستيشن 5، تضغط زر الشير بشكل مطول، بعدين وانت ضاغط عليه تشغل الكنترول، تضغط على زر التشغيل لمدة 3 ثواني راح تشبك على طول. أما بالنسبة إلى كنترول إكس بوكس فتضغط زر المزامنة، بعدين تشغل كنترول إكس بوكس وتضغط على زر المزامنة في الإكس بوكس، على طول راح تشبك مع اليو اس بي. أتمنى أن هذا المقطع كان مفيد، نلقاكم إن شاء الله في مقاطع ثانية. شكرا لكم على المتابعة، مع السلامة.